السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هتفعل ان الكارديو باسكولار سيستم هم حاجتين بس، هارت وبلاد فيسلز. خدنا في الفيديو اللي فات فكرة عامة عن الهارت والسيركوليشن، يلا بقى ناخد البلاد فيسلز. البلاد فيسلز ثلاث انواع، يا ارترز يا فينز يا اما البلاد فيسلز اللي بتوصل ما بين الارترز والفينز. يعني ايه ارترز يا جماعه؟ الارترز دي اي بلاد فيسلز، اي بلاد فيسلز طلع من الهارت، بتنقل الدم من الهارت لاي جزء من الجسم. طبعا اشهر ارتري والارتري اللي بيوزع الدم على الجسم كله من الليفت فينتريكل لجميع اجزاء الجسم هو الاورطه. بس كمان ما ننساش ان الرايت فينتريكل طالع منه ارتري اللي اسمه بالمونري ارتري او بالمونري ترانك، لانه بينقل الدم للانج، من الهارت لللانج يبقى برضو اسمه ارتري. طبعا كل الارترز اللي في الدنيا كونتيننج اوكسجينيتد بلاد، بس لكل قاعده شواذ. هو طبعا الشواذ اول واحد فيهم اللي انا مشاور عليه ده بالمونري ارتري، ده ليه لونه ازرق؟ لانه شايل الدي اوكسجينيتد بلاد من الرايت فينتريكل من الهارت يعني لللانج. وكمان يا جماعه الامبلايكال ارتري في الانترا تراين فيتال لايف، ان شاء الله لما تاخد الفيتال سيركوليشن هتلاقي ان الدم الدي اوكسجينيتد من البيبي من الفيتاس بيتنقل عن طريق ارتريز اسمها امبلايكال ارتريز رايحه من البيبي للبلاسينتا. فالارترز دي اللي طالعه من البيبي للبلاسينتا شايله دي اوكسجينيتد بلاد، حيث البلاسينتا دي على فكره اللي بتقوم مقام اللانج في البيبي. فهناك بيروح الدي اوكسجينيتد بلاد ويحصل له اوكسجينيشن ويرجع اوكسجينيتد في الامبلايكال فينز. فافتكروا في الامبلايكال فينز والامبلايكال ارترز الدم عكس ما تتوقع. الامبلايكال ارتريز شايله من البيبي دم دي اوكسجينيتد، والامبلايكال فينز هي اللي جايبه الدم البلاسينتا اوكسجينيتد. بتتقسم الارتريز يا جماعه ل سمول ارتريز، ميديوم سايزد ارتريز، او لارج سايزد ارتريز. فهي بتتقسم حسب الحجم بتاعها، لارج سمول او ميديوم. يا ترى الارترز ده ارتري وده ارتري، هل الارترز دي هتعمل كونكشن مع بعض؟ في معظم الاحوال الارترز يا جماعه بتعمل كونكشن مع بعض، اسمه انستموزس. فالانستموزس ده عباره عن الكونكشن بتوين ذا ارترز، ودي بتكون موجوده مينلي اراوند ذا جوينتس. ايه الفانكشن بتاعت الكونكشن اللي بيحصل دون والانستموزس اللي بيحصل دون؟ طبعا دي يعني يا جماعه في وقت من الاوقات لو اتفتحت الانستموزس دي هتزود البلاد فلو للاورجن، هتزود البلاد فلو للاورجن. زي مثلا لو احنا مثلا واكلين اكله دسمه في الاستومك والجي اي تي، عايزين نزود البلاد فلو عشان نعمل دجشن للاكله الدسمه دي، فتتفتح الانستموزس اللي في الاستومك وفي الانتستين، فهي بتستخدم كانكريز البلاد فلو للاورجن، زائد انها ايكوالايز البريشر. ايكوالايز البريشر في حالات الكوميونيكيتنج ارتريز، ارتريز عامله كونكشن وارتري فيه بريشر عالي وارتري تاني فيه بريشر واطي. فالانستموز ده اللي ما بين الارتري اللي فيه بريشر عالي والارتري اللي فيه بريشر واطي، الكونكشن ده والانستموز هيعمل ايكوالايزيشن للبريشر اللي في الارترز دهيا. برضو بتحافظ على البلاد فلو للجسم او لاي جزء من الجسم لو المين ارتري اتسد. ازاي؟ نضرب مثال. في عندنا مثلا الانستموز احنا بنقول غالبا بتحصل حوالين جوينتس. انا هنا رسم لكم الانستموز حوالين الالبو جوينت، دي الالبو اهي،
وهنا هون في انستموس حوالين القلبه. ايه رايكم لو المين ارتري ده اتسد؟ مش مهم اسمه، هتعرفوه بعد كده اهو. لو الارتري ده اتسد جراديوالي ببطء شديد على مدار شهور وساعات سنين في المرض المشهور قوي اللي اسمه اثيروسكليروزس، اللي هو تصلب الشرايين، ده هيدي وقت للجسم ان تتفتح الانستموز الدهيه وتقدر تشيل الانستموز. الدم ده هو نهو نشيله عن طريق الانستموز من above the obstruction to the arteries below the obstruction، ونحافظ على البلاد فلو في الديستال بارت اوف ذا ليم. طبعا خد بالك ان ده ما يحصلش الا اذا كان الاوبستراكشن جراديوال. لكن مثلا جراح احول مثلا راح ماسك الارتر الكبير ده وراح عامل له لايجيشن غلط، لو اتقفلت الارترز بسرعه الانستموز ده ما بيلحقش يتفتح، ومش هنلحق نشيل الدم فروم اباف تو بيلو ذا اوبستراكشن، وينتج عن ذلك ان الجزء ديستال لللايجيشن هيموت، يحصل له حاجه اسمها جانجرين. ديس عموما يعني ان شاء الله الجانجرين والانفاركشن والفروقات ما بينهم والحاجات دي هتاخدوها في الباثولوجي ان شاء الله، بس الديستال بارت اوف ذا ليم هيموت في الاكيوت اوبستراكشن. اكيوت يعني بسرعه، لكن لو جراديوال اوبستراكشن لا، الانستموز بيتفتح وتحافظ على البلاد فلو ديستال الاوبستراكشن في منتهى الجمال وما تموتش ان شاء الله. يا ترى الانستموز ده بقى ايه انواع الانستموز؟ اشهر انستموزس اند تو اند انستموزس. ايه الاند تو اند انستموز ده؟ وان زي اللي بيحصل في كذا مثال مكتوبين في الكتب وفي كتاب الاسم الاصل العيني، ما فيش داعي غير تعرف ان مثال واحد بس. المثال المشهور قوي في الهاند او في الفوت. المثال الرسمي ده في الهاند، في تو ارتريز ان هون، ارتري اسمه النر وده تو مين برانشز، تو مين برانشز كاند للارتري ده، وفي ارتري على الناحيه الثانيه اسمه راديال ادى هو اخر تو برانشز. شايفين التو برانشز بتوع الالنر راحوا عاملين انستموزس مع التو تيرمينال برانشز بتاعه الراديال، فدون اسمه اند تو اند انستموزس. ممكن الانستموزس يكون ما بين تيرمينال ارتريز اراوند ذا جوينت. تيرمينال ارتريز اراوند جوينت ده اشهر مثال ليها، بتحصل الحكايه دي مشهوره قوي حوالين القلب وحوالين كمان ركبتك النية. دي بقى الارتري اباف ذا جوينت ادى برانش زي، والارتريز بيلو ذا جوينت ادت برانشز اهي، والارتريز اللي جايه من تحت بيلو ذا جوينت راحت عامله كونكشن مع الارتريز اللي جايه من فوق الجوينت، وعمل كونكشن اهو اسمه انستموزس باي تيرمينال ارتريز. ايه اهميه الحكايه دهيا؟ طبعا اهميه الحكايه دي زي اي انستموزس، لو انت سديت جراديوالي وبتاع هنقدر نشيل الدم عبر الاوبستراكشن. الحاجه بقى اللي انت مش واخد بالك منها ان انت لو تنيت ايديك، مش الارتري ده حصل له كينكينج التنى؟ وما الارتري حصل له كينكينج والتاني البلاد فلو في الديستال بارت اوف ذا ليم هيقل طبعا، مش كده؟ لا مش هيقل. ليه؟ لان لما حصل كينكينج للارتري الاساسي دون، الانستموزس هتقدر تشيل الدم فروم اباف ذا اوبستراكشن تو بيلو ذا اوبستراكشن، والتنك تاني ايديك كده هو ولا انت حاسس بحاجه خالص. ماشي. في عندنا بقى انستموزس باي كونفرجنس. كونفرجن يعني ايه؟ يعني يتجمعوا. اشهر مثال الحكايه دي الارتري ده المشهور قوي اللي اسمه فيرتبرال ارتري، والارتري اللي على الناحيه الثانيه بتاعه ده اسمه برضو فيرتبرال ارتري. تو ارتريز على اليمين والشمال اسمهم فيرتبرال. شايفين التو ارتريز دول اتجمعوا مع بعض وعملوا ارتري اكبر. هي طبعا الارتريز المفروض يا جماعه ربنا خلقها دايما انها تتفرع تتفرع تتفرع، انها تتقابل عشان تعمل واحد كبير، دي خاصيه للفينز على فكره،
الفينز بتبقى صغيره وتتجمع تعمل واحد اكبر، يتجمعوا يعملوا واحد اكبر. ان ارترز بقى هي اللي تتجمع وتعمل ارتري اكبر، دي نادره جدا 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 وما بتحصلش غير في المثال ده اللي هو تو فيرتبرال ارتري اتحدوا عشان يغذوا المخ بتاعك بالارتري ده، وان اللي اسمه ما يهمكش اسمه بازيلر ارتري، بس ما يهمكش اسمه في المرحله الحاليه. نبص نلاقي الكلينيكال امبورتنت بوينت بتاع الانستموز ده، وان انا اوريدي قلت له، قلته ايه اللي انا قلته، ان انت وانت بتتني ركبتك او انت بتتني القلبه المين ارتري حصل له كينكينج والبلاد فلو في الديستال بارت اوف ذا ليم قل قوي، قل قوي، بس انا ما بحسش بحاجه. ما بتحسش بحاجه لان الارتري صحيح متني والبلاد فلو في الديستال مين ارتريز قل، بس الانستموز ده هيقدر يشيل الدم فروم اباف ذا اوبستراكشن اللي عند القلبه تو ذا ارتريز بيلو ذا اوبستراكشن، ونحافظ على النورمال بلاد فلو ديستال في الديستال بارت اوف ذا ليم. الاوبستراكشن اللي ممكن يتفتح فيه برضو الانستموز ده جامد قوي ويكبر جامد جدا هو الجراديوال اوبستراكشن، مرض مشهور قوي اسمه اثيروسكليروزس اللي هو تصلب الشرايين. لكن اكيوت اوبستراكشن زي مثلا ليجيشن اوف ارتري، بيني وبينك الليجيشن اوف ارتري دي طبعا يعني ما فيش دكتور احول هيروح ماسك البريكيال ارتري ده ويروح مربطه، هي بتحصل الحكايه دي اكتر يا جماعه بحاجه اسمها الجلطات، ثرومبس او امبولس، ثرومبس او امبولس، اكيوت ثرومبس او اكيوت امبولس راح تسد المين ارتري، واما بيتسد الارتري فجاه ما فيش وقت للانستموز ده يقدر يشيل الدم فروم اباف ذا اوبستراكشن تو بيلو ذا اوبستراكشن، والديستال بارت اوف ذا ليم هيحصل له ديس حاجه كده اسمها جانجرين. بعد كمان في عندنا حاجه يا جماعه اسمها اند ارتريز. ايه الاند ارتريز بقى؟ ارتري يتيمه ملهاش صله باي حد، ده ارتري ملوش اي كونكشن وده ارتري ملوش اي كونكشن والارتريز مش متصله ببعض، دي اتقال عليها اند ارتريز اللي هي ارتريز ملهاش انستموزس، ودي للاسف لو اتسدت التيشو اللي سبلايت بيها ماتت. اشهر مثال واحد قاعد كده هون، هي الدنيا بقت سودة كده ليه؟ الدنيا بقت سودة عشان جلطة ماشي افترض دم اسمها امبولوس راح تسدلك السنترال راتينال ارتري اللي هو بتاع الشبكية، الشبكية ده ملوش انستموزس ماتت، الشبكية اتعمل عيان. نفس الحكاية بتحصل في الارتريز اللي بتغذي كليتك، كلية يعني رينال فالرينال ارتري سبلاينج ذا كيدني، سبلينك ارتري طبعا باين من اسمه لسبلاينج ذا سبلين. التيرمينال سنترال ارتريز اوف ذا سيريبرال ريجون، السيريبرال دي اللي هي المخ، اخر ارتريز بتغذيها للاسف الارتريز السنترال دي اللي هي الاخيرة تي تيرمينال، تتسد يبقى مقابل ليها على طول حته من البرين هتموت. والبلمونري ارتريز عشان تحفظهم دول على فكره خدهم من فوق لتحت، ايه اللي تاخدهم من فوق لتحت؟ السنترال تيرمينال برانشز اوف سيريبرال ارتريز اللي هي بتغذي المخ، عينيك، الراتينال ارتري سنترال راتينال ارتري، انزل تحت بلمونري، انزل على الابدومن كيدني وسبلين اللي هم سبلينك اند رينال ارتريز. ده بالنسبه للارتريز. نيجي بقى للفينز. الفينز دي عكسها ايه؟ عكسها بقى دي بالعكس بقى، الفينز دي البلاد فيسلز اللي شايله الدم من جميع اجزاء الجسم للهارت، زي طبعا اكيد السوبيرور والانفيرور فينا كيفا، دول شايلين اكسجينيتد ولا دي اكسجينيتد بلاد؟ كل الفينز شايله حاجه زرقاء اللي هي فينوس بلاد، دي اكسجينيتد بس لكل قاعده شواذ، اكسبت ايه بقى؟ اكسبت يا جماعه البلمونري فينز اللي واخده الدم من اللنج واكسجينيتد بلاد ورايحه بيه على الهارت،
فالبلمونري فينز دول شايلين اوكسجينيتد، والامبلايكال فينز اللي جايين من البلاسينتا للبيبي شايلين لك اوكسجينيتد بلاد. بتتقسم الفينز يا جماعه نسبه للديب فاشيا. الفينز اللي سوبرفيشال للديب فاشيا يتقال عليها سوبرفيشال فينز، ودي بتبقى تحت الجلد على طول. لكن الفينز اللي ديب للديب فاشيا دي اسمها ديب فينز. يا ترى الفينس ريتيرن ليه بيرجع الدم للهارت؟ حسب بقى المنطقه والله. من الابر هاف اوف ذا بادي الفينس ريتيرن راجع ليه؟ الفينس ريتيرن راجع من الابر هاف اوف ذا بادي في السوبيرو فينا كيفا بالافكت اوف جرافيتي. الدم واقع من فوق لتحت في السوبيرو فينا كيفا على الرايت اتريوم. طيب في اللور هاف اوف ذا بادي بقى ايه اللي هيطلع الدم اجينست جرافيتي؟ اللي هيطلع الدم اجينست جرافيتي عده حاجات. ايه الحاجات ده هي؟ نمره واحد، كل الفينز اللي في اللور هاف اوف ذا بادي ليها فالفز. الفالفز دي بتسمح بمرور الدم من تحت لفوق، من ديستال تو بروكسيمال. وخد بالك على فكره السنتر اوف سيركيوليشن اللي هي البروكسيمال هو الهارت. فالفالفز دي لا تسمح بمرور الدم الا وان واي، من تحت لفوق، فروم ديستال تو بروكسيمال في اتجاه الهارت. كل فين في اللور هاف ذا بودي جنبه ارتري. ليه يا ربنا؟ الفين جنب الارتري عشان الارتري فيه بلس، فيقعد يخبط في الفين اللي جنبه وده يرفع البلاد فلو لفوق. فالترانسميتد ارتيريال بلسيشن من الارتريز للفينز بتزق الفينس ريتيرن من تحت لفوق. اهم حاجه بقى اذا كان ده الهارت اللي بيضخ الدم في الارتريز، ربنا على فكره عامل لك هارت تحت في سمانه رجليك. عضله في سمانه رجليك هتعرفوا اسمها كده، هو اسمها السوليس. الماسلز اللي في سمانه رجليك اللي اسمها السوليس دي الكونتراكشن بتاعها يروح فاعص كل الفينز اللي في سمانه رجليك، تروح ضربه الدم على طول في الرايت اتريوم. ده اسمه ماسكولار بامب ميكانيزم، وده حتى بيتقال عليها البريفرال هارت اللي هي العضله بتاعت السمانه اللي اسمها السوليس، اللي هي مسؤوله عن الماسكولار بامب، وتعتبر دي الهارت بتاع الفينس ريتيرن اللي بيزق من تحت لفوق. طبعا عشان الماسل كونتراكشن ده يكون افكتيف لازم يكون الماسل كونتراكشن دي على جوه بتضغط على البلاد فيسلز، فلازم يكون حوالين الماسل دي تايت ديب فاشيا. تايت ديب فاشيا، الديب فاشيا يا جماعه ما تكون تايت وجامده، يبقى الماسل كونتراكشن ده كل قوته موجهه لجوه، تضغط الفينز وتفعص الفينز عشان الدم يطلع لفوق. اخيرا احنا نفسنا كل الدم يروح لفين؟ للهارت اللي موجود فين؟ في السوركس. وخد بالك في السوركس في نيجاتيف سوراسيك بريشر، وهتعرفوا ليه ان شاء الله، عشان في حاجه اسمها بلورا وبتاع وما الى ذلك. فالنيجاتيف سوراسيك بريشر ده اللي هو بيزيد ديورنج انسبيريشن، ده عامل زي الشفاط. النيجاتيف سوراسيك بريشر ده بيشفط الدم من جميع اجزاء الجسم للشفاط اللي هو صدرك. فالنيجاتيف سوراسيك بريشر ده بيشفط الدم من الابدومن ومن الهيد اند نيك ومن كل حته في اتجاه السوركس للهارت. ويبقى دي رسومات حلوه قوي، الارتيريال بلسيشن اللي قاعد يضرب في الفينز ويزق الدم لفوق، الفالفز اللي بتسمح بمرور الدم في اتجاه واحد من تحت لفوق وليس العكس، الماسكولار بامب ميكانيزم، وده عشان يكون افكتيف لازم نكون محاطين بتايت ديب فاشيا، والنيجاتيف ثوراسيك بريشر ده هو اللي عامل زي الشفاط اللي بيشفط الدم من تحت لفوق ومن جميع اجزاء الجسم بيزق لك بيشفط لك الدم ده في اتجاه الهارت. يا ترى الدم اللي في الابدومن وفي البلفس وفي السوركس ده بيروح ازاي الهارت؟ مينلي
بالنيجاتيف ثوراسيك بريشر. في عندنا كلينيكال بيكشر حلوه بقى قوي يا جماعه، السوبرفيشال فينز اوف ذا لور ليم اللي هي تحت الجلد على طول ممكن يحصل فيها دايلاتيشن والونجيشن وترشوازتي في الثلاث عيانين دول، السوبرفيشال فينز اللي هي تحت الجلد على طول، سوبرفيشال دي فاشيا لو حصل فيها دايلاتيشن وسعت والونجيشن طولت وبقت زي التعابين كده هو انتورشوس، دي اسمها فاريكوز فينز اللي هي الدوالي. انا قلت لك في سوبرفيشال فينز سوبرفيشال دي فاشيا، الديب فينز بقى اللي هي ديب دي فاشيا لو واحد نام في السرير لمده طويله يا جماعه نتيجه الاستيزس في البلاد فلو، واحد يا جماعه مغمى عليه في السرير او في كوما او اي مرض ونام في السرير لمده طويله وما بيتحركش ومفيش ماسكولار بامب ميكانيزم، السمانه دي ما بتشتغلش وما بتضخش الدم من تحت لفوق، الدم هيمشي ببطء واي دم بيمشي ببطء ممكن يترسب ويعمل لك ديب فينوس ثرومبوز، ده مرض مشهور قوي 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 بيحصل في الفينز بتاعت السمانه بتاعتك لو ما بتتحركش كتير. عشان كده طبعا في القاعده الشهيره جدا اللي بتقول لك الحركه بركه. اخر حاجه عندنا بقى الكونكشن اللي ما بين الارتريز والفينز، الكونكشن اللي ما بين الارتريز والفينز بيتقال عليها ارتيريو فينوس كونكشن. الارتيريو فينوس كونكشن دي قد تكون يا جماعه كده اهو ده ارتري وده فين والكونكشن اللي ما بينهم البلاد فيسلز دي فيري سمول نارو يونيفورم بلاد فيسلز بيتقال عليها كابيلاريز الشعيرات الدمويه. في بلاد فيسلز بتبقى موجوده في بعض المناطق، اشهر مكان ليها انا واشهر صوره انا جبتها لكم من الليفر، الليفر مشهور قوي دي الحمراء دي الخليه بتاعت الليفر، ايه اللي في النص ده ايه الابيض اللي في النص ده دي بلاد سبيسز ما بين خلايا الليفر اسمها ساينوسويدز، ودي ايه رايكم يونيفورم زي الكابيلاريز؟ لا دي تبص تلاقي في واحده صغيره وفي واحده كبيره وفي واحده واسعه و الاشكال بتاعتها مختلفه واحجامها مختلفه. فالساينوسويدز دي اللي هي موجوده واشهر مثال ليها في الليفر دي بتكون irregular in diameter كبيره وصغيره وكده، وفيها dilatations حتت توسع وفيها constrictions حتت تضيق. ده المنظر الكروكي بتاع الساينوسويدز، فيها وايد irregular in diameter وفيها dilatations and constrictions. في عندنا بقى البلاد فيسلز دي يا جماعه، بلاد فيسلز ماشيه من الارترز للفينز مباشره لا عملت لكابيلاري ولا عملت ساينوسويد، دي بيتقال عليها ارتيريو فينوس شنت او ارتيريو فينوس انستموزس، سمول بلاد فيسلز وسمول فينز اند كونكتد دايركتلي باي ذيس بلاد فيسلز اللي بيتقال عليها ارتيريو فينوس شنت او انستموزس. يا ترى الارتيريو فينوس شانس او انستموز دي موجوده فين؟ موجوده في ودانك الخارجيه دي في الاكسترنال اير، موجوده في النيل بيد الحته الحمراء دي اللي تحت الضفر بتاعتك، موجوده في البالمر اسبيكت اوف ذا ديجيتس دي الصوابع اسمها ديجيتس على فكره، والحته دي اللي ناحيه كف ايديك اسمها بالمر اسبيكت لان انت اديك ليها بالمر اسبكت واللي ورا ده اسمه دورسال اسبكت، فالبالمر اسبكت اوف ذا ديجيتس لسانك في التانج في الثايرويد جلاند مهمه جدا في البينس وفي الجي اي تي. الارتيريو فينس شانس دي قد تكون ستريت زي ما انا رسمها لكم دون وقد تكون كويلد لفه على نفسها زي البينس لانها بتبقى كويلد كده وكولابست طول ما البينس ريلاكست، لكن الكويل دي ممكن تتفرد وتتملي بالدم فالبينس بتاعك ينط في حجم ويبقى قد كده هو في حالة الإريكشن، فدي مهمة جدا لأي واحد راجل للإريكشن للانتصاب، ولو في واحد عنده فيلير في الانتصاب بيبقى عنده فيلير of this connection.
بتكون سبلايد دايما الارتيوفينال شانس دي بنوع من انواع الجهاز العصبي اللا ارادي الاوتونوميك نيرفس سيستم، اسمه سمباثيتك نيرفس سيستم. فالسمباثيتك فايبرز دي اول لما تشتغل اثناء السكشوال اكزايتيشن فتبص تلاقيها على طول راحت عامله اوبننج للشانس وايركشن. يا ترى ايه الفانكشن بتاع الارتيوفينال شانس دي؟ ريجوليشن اوف بودي تمبريتشر. ريجوليشن بادي تمبريتشر، بدل ما الدم يخش نهوان ويملى لك الكابيلاريز والمنطقه تبقى مليانه دم وسخنه، لا يروح الدم على طول جاري من الارتري الفينز فالكابيلاريز تنها فاضيه فيبقى الحراره بتاعتها قليله. فانت الرسمه ده هي لو راح الدم داخل هنا ومالي الكابيلاريز هتبقى الحته دي مليانه دم والدم سخن، تبص تلاقي ايه الواحد كده هو ايه مزنهر والتمبريتشر عاليه جدا بتاعت جسمي وحاسس بالحر الفظيع. لكن لو الارتيرو فينا شانس الدم راح داخل على طول من الارترز للفينز وسيبنا الكابيلاريز دي فاضيه هتبقى البادي تمبريتشر اقل ما يمكن. فدي ريجوليشن اوف بادي تمبريتشر مهمه جدا. زائد في الجي اي تي مهمه جدا، ازود البلاد فلو في الجي اي تي فسود الابزوربشن، او اقلل البلاد فلو في الجي اي تي فاقلل الابزوربشن اوف فودز. طبعا اتفقنا انها مهمه جدا جدا للاريكشن. ارتيرو فينا شانس كويلد ومحطوطه في حته صغيره قد كده اهو، اول لما يحصل السكشوال اكزايتيشن تتملي بالدم فالارتيرو فينا شانس دي تتفرد والبينس يطول ويحصل الاريكشن. ويبقى دي الارتيريو فينوس شانس، وده نهايه البلاد فيسلز بتاعتنا اللي احنا خدناها اللي هي ارتريز وفينز وما بينهما اتفقنا اللي هي كابيلاريز وساينوسويدز وارتيريو فينوس شانس، وخدنا الارتيريو فينوس شانس دي او انستموز بالتفصيل. ثانك يو فور جود لسننج اند جود لك.